بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى في الانتر سايت ريبليكيشن. تمام، ايه الانتر سايت ريبليكيشن؟ قلنا ده فكرته ايه؟ ان انا عندي اساسا كل الاكتف دايركتوري هيبقى في سايت مختلف. تمام، طيب تاني ندخل على تولز اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز عشان بس نفتكر كده الكونسول. تمام، كنا عاملين كل السيرفرات عندي فين؟ تحت الهيد كوارتر، صح؟ كل السيرفرات عندي اهي، وكل سيرفر فيهم المفترض ان انا هلاقي فيه هنا اتنين، ها؟ اتنين كونكشن اوبجكت. دي بس كده ايه؟ السيرفيس هنا محتاجه تشتغل، وتعالوا ندلل بس اللي احنا كنا عملناه ده، لان طبعا كون ان انا كريت واحد اكيد الكيس سي هتبدا تشتغل تاني بطريقه مختلفه، صح؟ فعشان بس نظبط الدنيا تاني قلنا تاني هخلي ايه؟ الكيس سي تشتغل تاني من الاول. كليك يمين، قلت تشيك ريبليكيشن، دي متظبطه اهي ودي متظبطه، دي بس ايه اللي محتاجه بس ايه تتظبط شويه. قلت تشيك ريبليكيشن توبولوجي شويه كده وهتتظبط. ريانة كمان يا ريان، تمام يبقى اديني الرنه دي. معايا معايا؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي نتعلم ازاي ان انا اكريت سايت. هاجي هنا اقول له ايه؟ تحت سايت، كليك يمين واقول له نيو سايت. احنا عملنا سايت فعلا قبل كده اللي هو برانش 1، تعالوا نعمل السايت الثاني اللي هو برانش 2 وهربطه بالديفولت اي دي سايت لينك. تمام؟ تعالوا نعمل واحد ثاني نيو سايت اللي هو برانش 3 وهربطه بالديفولت اي دي سايت لينك. انا كده مش عندي الا ديفولت اي دي سايت لينك واحد بس. تمام؟ مين بقى يعني ايه اساسا الديفولت اي دي سايت لينك ده؟ لو دخلت تحت انتر سايت ترانسبورت هلاقي في عندي هنا اثنين بروتوكول، واحد اسمه اي بي وواحد اسمه اس ام تي بي. خلينا الاول في الاي بي وبعد كده نشوف الاس ام تي بي كان بيعمل ايه، لانه خلاص في شغلنا مش بقينا بنشتغل بيه. لو جيت تحت هنا اي بي هتلاقي فعلا مكتوب عندي ديفولت اي بي سايت لينك. مش هو ده دلوقتي اللي انا كنت بعمل سيلكت عليه وانا بكريت السايت؟ صح؟ ايه ده؟ قال لك الديفولت اي بي سايت لينك ده عباره عن لينك بيربط ما بين السايتس. عباره عن ايه؟ لينك بيربط ما بين السايتس المختلفه. انا دلوقتي ربطت كل السايتس بنفس الديفولت اي بي سايت لينك، عشان كده المفترض كده هيحصل ما بينهم ريبليكيشن، صح؟ طيب افرض ان انا عايز اكريت اصلا سايت لينك بايدي مانيوال، هاجي هنا اقول له نيو سايت لينك. تمام؟ والسايت لينك ده مثلا سي هسميه مثلا تعالوا الاول ارسم لكم توبولوجي كده عشان نفهم انا ناوي اعمل ايه. تمام؟ هفترض هنا ان انا عندي الهيد كوارتر، تمام؟ وعندي برانش 1 وعندي برانش 2 وعندي برانش 3. تمام؟ هحط كل واحد من دول في سايت، هحط كل واحد من دول في ايه يا شباب؟ في سايت، ونربط ما بين كل واحد والتاني بسايت لينك. فهكريت دلوقتي سايت لينك ما بين الهيد كوارتر وبرانش 1 والهيد كوارتر وبرانش 2. يبقى هاجي هنا اقول له ايه؟ هيد كوارتر داش برانش 1، ده اسم بس مش اكتر، واحط جواه زي ما اتفقنا الهيد كوارتر واحط جواه برانش 1. يبقى معنى كده ان هيحصل ريبليكيشن دلوقتي ما بين الاثنين دول. تمام؟ طيب قبل ما اكمل بس كده الاول، علشان المفترض ان انا احط بقى السيرفرات بتاعتي تحت السايتس المختلفه، لان خدوا بالكم حتى هذه اللحظه كل السيرفرات عندي تحت مين؟ سايت واحد. هاجي بس كده على دي سي 1 هسيبه تحت الهيد كوارتر ده، دي سي 2 هكليك هنا يمين وانقله تحت برانش 1. يبقى هاجي هنا اقول موف احطه تحت مين؟ برانش 1. واجي تحت دي سي 3 كليك يمين واقول له موف احطه تحت برانش 2. واجي هنا برده تحت دي سي 4 اقول له موف لمين؟ برانش 3. يبقى تاني هنا دلوقتي السايت ده جوه مين؟ دي سي 1، ده جواه دي سي 2، ده جواه دي سي 3، ده جواه دي سي 4. وتاني انا دلوقتي المفترض ان انا بكريت سايت لينك، تمام؟ يربط ما بين الهيد كوارتر وما بين برانش 1، ده اللي احنا عملناه هنا اهو. تمام؟ تعالوا نعمل واحد تاني، هكليك هنا يمين واقول له نيو سايت لينك. سي دلوقتي ان انا عايزه اكريت سايت لينك ما بين الهيد كوارتر وما بين برانش 2، الهيد كوارتر وما بين، شوفوا كده اصلا لازم اضيف واحد تاني. اوكي، واضحه لغايه دلوقتي؟ هيفرق معايا ايه بقى السايت لينك ده؟ ما احطهم كلهم تحت نفس السايت لينك وخلاص. قال لك لا، ابسط حاجه دلوقتي ان انت ممكن ان انت تظبط اساسا سكادجول للريبليكيشن. بمعنى لو انت جيت دلوقتي على السايت لينك اللي انا لسه مكريتاه ده،
كليك يمين بروبرتيز تمام، ودخلت هنا على ريبليكيت افري. احنا كنا قلنا ان طالما كل واحد في سايكل مختلف الريبليكيشن بيتم كل ثلاث ساعات اللي هم 180 مينت اهو. بالمناسبه اقل حاجه خالص 7 مينت تمام، اعلى حاجه خالص 7 ايام. يعني لو انا قلت له دلوقتي مثلا 1 مينت تمام، مجرد ما اقول له ابلاي هيطلع عندي هنا ايرور يقول لي بليز ايفاليويت بتوين كام. انا كنت قلت لكم 7 مينت اقل حاجه، لا اسفه 15 مينت، واقصى حاجه 7 ايام. لو اخدت الرقم ده كده تمام، الرقم ده اللي هو مين 10080 لو قسمته على 60 انتر وقسمته تاني على 24 هيديني قد ايه 7 ايام. يبقى تاني اقل حاجه خالص 15 مينت، اعلى حاجه خالص. طيب الانترفال دي بقى ممكن كمان ان انت تكريت لها او تحدد لها سكادجول تمام. يعني مثلا تقول الريبليكيشن ده هيتم في ايام فرايداي وساتردي، اقول لكم الاول تعالوا نسلكت عليهم كلهم واقول له ريبليكيت نوت افيلبل، واخلي الريبليكيشن مثلا يتم في الايام اللي فيها اجازه مثلا تمام. فاقول له بالنسبه لفرايداي وساتردي ده ريبليكيت. طيب هيربليكيت كل قد ايه؟ على حسب السكادجول اللي انت حطيته بره، احنا كنسلنا فسيبناه على الديفولت اللي هو 180 مينت تمام؟ وهخلي كمان الريبليكيشن يتم مثلا من 12 لغايه 9 الصبح على اساس ان الموظفين لسه مش رجعوا تمام؟ ومن الساعه 5 للساعه 12 بالليل. هظبط مثلا السكادجول بتاعي بناء على كده تمام؟ يبقى انا دلوقتي ظبطت مين؟ سكادجول على السايت لينك ده، ممكن كده اظبط هنا سكادجول مختلف. وانت كده حددت كل اثنين سايت هيتربطوا عن طريق انهي سايت لينك. واضح الجزئيه دي لغايه دلوقتي؟ طيب هنت كمان احنا قلنا هنسيبها على الديفولت اللي هي 180 تمام. هنت كمان ايه بقى الاس ام تي بي ده؟ خلاص البروتوكول ده انقرض، مش بقينا شغالين بيه تمام. الفكره بتاعته في ايه؟ ان كان زمان اساسا الباند ويث مش كتير، الباند ويث دلوقتي غير زمان خالص صح؟ فكان الريبليكيشن اساسا بيبعتوه ما بين السيرفرات وكانه ايميل عن طريق بروتوكول الاس ام تي بي، انما اللي دلوقتي شغال هو مين؟ الاي بي. فده امركم على ارض الواقع مش هتشتغلوا بيه نهائيا تمام. طيب تعالوا نفترض دلوقتي ان كل سايت من السايتس دي في شركه في مكان تاني في مكان مختلف، فالمفترض ساعتها ان هو اساسا بيكون في نتورك اي دي مختلفه، سب نت مختلفه. هفترض دلوقتي ان الهيد كوارتر موجود عندي في نتورك 100.10.0.24 وان البرانش ده او دي سي 2 ده موجود في نتورك ثانيه اللي هي 20، وده موجود في نتورك ثالثه اللي هي 30، وده موجود في نتورك اللي هي سي مثلا 40. واضح؟ المفترض ساعتها بقى ان انا باجي هنا تحت سب نت وببدا ان انا اكريت اكتر من سب نت تمام؟ يعني هكليك هنا يمين واقول له نيو سب نت. السب نت الاولانيه اللي هي 100.10.0 تمام. بص لو جيت اضغط اوكي هو عايز مني ايه؟ السبنت بالكامل، يبقى لازم احط له البريفكس. طب السبنت الاولانيه دي انهي سيرفر اللي جواها؟ الهيد كوارتر صح. نعمل واحده ثانيه سبنت ثانيه نيو سبنت هخليها 100.168.20.0/24 تمام، واحط جواها برانش 1 سبنت كمان 30 واحط جواها برانش 3 واخر واحد الثاني كان المفروض برانش 2 اللي فاتت دي. كان انا بسمع كلامك يا احمد ماشي اوكي. كليك يمين بروبرتيز تمام، دي اللي يتحط جواها برانش 2 يا احمد. من الارقام تمام نيو سبنت دي هحط جواها مين؟ عملنا 10 و20 و30 يبقى دي 40 واحط جواها اخر برانش عندي تمام لغايه دلوقتي. فهمت بس كده بسيطه يا شباب؟ ايام ويندوز سيرفر 2003 كان المفترض ان انا بكرر سبنتس الاول، وبعد كده وانا بقوم الاديشنال كان هو بيجي يرمي نفسه اساسا في السايت المناسب، ما كانش بيسالني انت عايزه تحطي نفسك في انهي سايت، هو كان بيرمي نفسه في السايت المناسب بناء على السبنت اللي هو فيها تمام. انما دلوقتي لا، واحنا بنقوم الاديشنال سالني انت عايزاني اتحط في انهي سايت منهم
صح لغايه دلوقتي؟ طيب حاجه كمان بتفرق معايا في ايه السبنت؟ لو انا عندي دلوقتي يوزر في فرع معين، عندي مثلا يوزر موجود هنا في الفرع ده، المفترض ان هو هيعمل اوثنتيكيشن من انهي اكتف دايركتوري؟ ما في واحد هنا، في واحد هنا، في واحد هنا، صح؟ اشمعنى ده هو اللي راح له اصلا، اللي هو دي سي 3؟ قال لك بناء على السبنت اللي اليوزر فيها بيروح للاكتف دايركتوري المناسب ليه من ناحيه السبنت. واضح كده سؤالك؟ يبقى تاني، اليوزر لما بيحب يعمل اوثنتيكيشن بيروح لمين؟ ها؟ الاكتف دايركتوري اللي موجود معاه في نفس السبنت. في حاجه بس، لو انا مكريتها سايت واحد بس، هو سايت واحد بس وكل وجواه كل السيرفرات، مش محتاجه اساسا ان انا كريت سبنت. واضح يا شباب؟ طيب نكمل. تعالوا بقى نفترض دلوقتي سيناريو تاني. هفترض كده ان انا عندي برانش 1 موجود في دي سي، او دي سي 2 اسف، موجود في برانش 1، وعندي دي سي 3 موجود في برانش 2، تمام؟ وهفترض ان الهيد كوارتر الفرع الرئيسي اللي هو ده، تمام؟ في دي سي 1 وفي دي سي 4. يعني معنى كده ان انا عندي فرع فيه 2 دومين كنترولرز، تمام؟ وفرعين كمان كل واحد فيه دومين كنترولر واحد بس، تمام؟ ايه رايكم؟ انا بالمناسبه ممكن ساعتها ان انا اكريت سايت لينك برده ما بين برانش 1 وبرانش 2، لان ممكن قوي قوي ان انا اكون ربطهم مثلا عن طريق ليست لاين، اي فريم ريلي، اي حاجه، تمام؟ انا ربط الفرعين دول وعايز الريبليكيشن يتم ما بينهم دايركت بدل ما الريبليكيشن يتم عن طريق الهيد كوارتر، تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ قلنا ساعتها ان انا هاجي هنا تحت اي بي، كليك يمين وكريت ايه؟ نيو سايت لينك ما بين مين وما بين مين؟ برانش 1 وما بين برانش 2. يبقى هكريته ما بين برانش 1 وما بين برانش 2، تمام؟ طيب دلوقتي الريبليكيشن، انا كريت اهو سايت لينك ما بين الهيد كوارتر وبرانش 1 وما بين الهيد كوارتر وبرانش 2، وكمان كريت سايت لينك ما بين برانش 1 وبرانش 2، يا ترى الريبليكيشن ما بينهم هيتم ازاي؟ قال لك اساسا بناء على قيمه اسمها الكوست. بناء على قيمه اسمها ايه يا شباب؟ الكوست. اي سايت لينك الديفولت كوست بتاعه 100، الديفولت كوست ب 100، فين القيمه دي وبتتحدد فين؟ لو انت جيت على اي سايت لينك من دول كليك يمين بروبرتيز، بالمناسبه تقدر تدلت الديفولت ده بقى خلاص، تمام؟ هتلاقي في هنا قيمه الكوست كام؟ 100. هتفرق في ايه؟ دلوقتي افرض ان انا لاي سبب من الاسباب عايزه الريبليكيشن يتم ما بين برانش 1 وما بين برانش 2 عن طريق الهيد كوارتر، رغم ان في سايت لينك ما بينهم، اعمل ايه؟ العب في قيم الكوست. العب فين؟ في قيم الكوست. هو دلوقتي برانش 1 لو عايز يروح لبرانش 2 من فوق من خلال الهيد كوارتر، الكوست فوق بكام؟ 200. قلله، قلله عن 100، قلله عن كام؟ 100. او تعالى على ال 100 دي زودها عن ال 200، خلي دي مثلا 300 مثلا، او زي ما اتفقنا تعالى على الاثنين سايت لينك اللي فوق دول، خلي ده مثلا 50 وخلي ده مثلا 20، يبقى التوتال فوق كام؟ 70. يبقى ساعتها برانش 1 لو عايز يروح لبرانش 2 الريبليكيشن هيتم من خلال الفرع اللي فوق او السايت اللي فوق اللي هو الهيد كوارتر، تمام؟ يبقى تاني هاجي على الهيد كوارتر وبرانش 1، الهيد كوارتر وبرانش 1 قلنا هخلي الكوست هنا بكام؟ 50. لا التوتال هيديني 70، تمام؟ وما بين وما بين برانش 2 هخليه هنا 20، قلنا تاني يبقى ده معناه ان التوتال 70. ان التوتال ايه يا شباب؟ 70. اي اسئله؟ ها؟ ممكن نعمل ستاتيك كلاود ولا مش حاجه زي كده؟ لا هنا مفيش الكلام ده، ده سي سي ان ايه الكلام ده، تمام؟ طيب هنت بقى بسيطه كده. دلوقتي انا عندي في السايت اللي هو الهيد كوارتر ده في عندي كام سيرفر؟ اثنين. يا ترى دلوقتي الريبليكيشن اساسا هيتم من خلال الريبليكيشن ما بين برانش 1 وبرانش 2 هيتم من خلال انهي واحد في دول؟ دي سي 1 ولا دي سي 4؟ صح؟ اللي بيحدد الكلام ده بقى، يعني انا لو جيت تحت برانش 2 هنا مثلا، تمام؟ اللي بيحدد الكلام ده، تمام؟ فروم سيرفر. اللي بيحدد الكلام ده مين يا شباب؟ فروم سيرفر. هو المفترض ما يظهرش هنا دي سي 2، المفترض يظهر واحد من دول، يا دي سي 1 يا دي سي 4. لو صبرتوا عليه شويه المفترض يبقى واحد من دول، لان المفترض قلنا الريبليكيشن تاني هيتم عن طريق مين؟ الهيد كوارتر، عن طريق واحد من دول، تمام؟ طب افرض بقى دلوقتي ان انت عايز تحدد واحد معين، عايز تحدد ايه؟ واحد معين، تمام؟ الكلام ده اصلا يتعمل عن طريق حاجه، قبل ما اقول واحد معين اسف، افرض دلوقتي ان انا عندي اساسا السايت لينك ده مش موجود، يعني مفيش عندي فيزيكال كونكشن ما بين برانش 1 وما بين برانش 2، وانا عايزه الريبليكيشن يتم من خلال الهيد كوارتر، بس في نفس الوقت انا مش عايزه اساسا الابديت يروح لاي سيرفر من دول، يعني بعتبر اللي فوق ده كانه كوبري بس مش اكتر،
خدوا بالكم انا بريبليكيت دلوقتي من خلال السايت، يعني مش عايزه اي سيرفر من دول، افرض ان السيرفرات دي فيها مشكله تمام. ولا المفترض في الوضع الطبيعي ان دلوقتي الريبليكيشن لو تم من خلال دي سي 1، دي سي 1 هيابديت نفسه، وبعد ما يابديت نفسه يبعت الابديت لدي سي 3 صح. لا انا عايزاه يمرر الابلكيشن ده او الترافيك ده كانه ابلكيشن، كانه ابلكيشن. لا مش حوار لود بالانس، انا اقصد ان هو اساسا هيمرر الترافيك من غير ما يابديت نفسه تمام، من غير ما يضطر اصلا يابديت نفسه في اي مشكله لاي سبب عليه تمام. هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتيجي هنا اصلا تحت اي بي، كليك يمين، احنا اخذنا نيو سايت لينك، هتيجي هنا تقول له نيو سايت لينك بريدج، نيو سايت لينك بريدج تمام. انت عايز دلوقتي تكريت بريدج ما بين الاثنين دول، اللي هو اللي انا مسميه هيد كوارتر وبرانش 1، وما بين هيد كوارتر وبرانش 2. يبقى ما بين هيد كوارتر وبرانش 1، واخد بالك ان اوكي اصلا مش متفعله يا وائل، وما بين هيد كوارتر وبرانش 2 لازم على الاقل اساسا يبقى في عندي اثنين سايت عشان اصلا اقدر ان انا اكريت البريدج. هنا بس مش متفعله لسه لاني لسه مش سميله، فهسميه مثلا ايه؟ هيد كوارتر بريدج. وضحت كده؟ طيب قلنا تاني انهي سيرفر من الاثنين اللي فوق دول اللي هيابديت؟ ده اللي قلنا هيظهر من خلال فروم سيرفر صح. افرض ان انت عايز تحدد واحد معين، انا عايزه دلوقتي مثلا دي سي 4 هو اللي يستلم الابديت ويبعته من دي سي 2 لدي سي 3. تاني انا عايزه دي سي 4 هو اللي يستلم الابديت من دي سي 2 يبعته لمين؟ دي سي 3. يبقى تعالى ساعتها على دي سي 4 على السيرفر ذات نفسه، كليك يمين بروبرتيز تمام، هتلاقي في هنا حاجه اسمها ذا سيرفر از بريفيرد بريدج هيد. اسمه ايه؟ يبقى انا كده بحدد ان هو ده البريدج هيد بالنسبه لانهي بروتوكول؟ احنا اتفقنا ان الاس ام تي بي احنا مش شغالين بيه، يبقى بالنسبه لبروتوكول الاي بي. يبقى انا كده بقول له ايه؟ خلي السيرفر اللي هو دي سي 4 ده البريدج هيد الابديت يعدي عن طريقه. الابديت ايه؟ يعدي عن طريق هو المسؤول ان هو يستلم الابديت من دي سي 2 يبعته لدي سي 3. بس بي فيري كيرفول، ده مش حاجه ريلايبل قوي، لان ابسط حاجه اساسا المفترض في الوضع الطبيعي ان في سيرفيس اسمها انتر سايت تي جي انتر سايت توبولوجي جنريتور. دي عباره عن ايه بقى؟ قال لك دي عباره عن سيرفيس، السيرفيس دي هي المسؤوله ان هي بتختار انهي سيرفر موجود عندي اساسا كبريدج هيد في الهيد كوارتر. فسي مثلا هي اختارت دي سي 1، هي اللي بتختار بنفسها. زي ما اتفقنا انا دلوقتي عملت هارد كود، انا حددت بايدي ان دي سي 4 هو اللي يبقى المسؤول عنها، المسؤول عن الريبليكيشن تمام. طب افرض دلوقتي ان دي سي 4 وقع حصل له داون، الاي اس تي جي السيرفيس دي هتعمل ايه؟ هتبدا ان هي تختار سيرفر تاني، تختار سيرفر تاني بطريقه دايناميك اوتوماتيك تمام. في اي اسئله في الجزء ده؟